نظرية تبرير العدالة الإلهية (ثيودسي). معظم النقد الموجه لإشكالية الشر الدلالية تبنى فكرة إن الإشكالية بتقع في الفرضية الواقعية (factual premise) للجدلية، وأحد أهم طرق الجدال ضد الفرضية هو إظهار إنها خطأ عن طريق تحديد الخير المعلوم إنه من الممكن يبرر سماح الله بالشر. الفكرة اللي بيطلق عليها نظرية العدالة الإلهية (ثيودسي). المشروع الأساسي لنظرية العدالة الإلهية هو تبرير طرق الله في التعامل مع البشر وإظهار صور خير الله في وجه الشر الموجود في العالم، أي إننا ببساطة نقدر نقول إن نظرية تبرير العدالة الإلهية في أبسط صورها بتحاول الإجابة على سؤال لماذا يسمح الله بالشر. الفيلسوف الرياضي الألماني غوتفريد لايبنيتز أول من استخدم مصطلح نظرية تبرير العدالة الإلهية (ثيودسي) سنة 1710 في عمله المهم (ثيودسي: مقالات في خير الله، حرية البشر وأصل الشر). (ثيودسي: On Goodness of God, the Freedom of Man, and the Origin of Evil). لكن إشكالية الشر ونظرية تبرير العدالة الإلهية فكرة مش جديدة على البشرية، ومن الممكن تتبع جذورها في كل الحضارات والثقافات، الأمر اللي دفع بعض علماء الاجتماع لتصنيفها كإشكالية اجتماعية فلسفية فيها بيسعى الإنسان لتفسير الأمور المحيرة حول طبيعة العالم اللي بيسكنه. ودلوقتي فكر في أحد لحظات المعاناة الغير مبررة اللي مرت بيك. إيه يا ترى ممكن يكون تبرير وقوع الشر في الأرض؟ هل اختبار؟ أم عقاب؟ ولماذا قسوة الله في اختبار عباده الصالحين؟ وهل من الممكن أن مصدر الشر يكون الله؟ أم أنه نقصان لوجود الخير؟ ولو الشر مجرد انعدام للخير، هل الله مدرك بالمرة بمعاناة مخلوقاته؟ فكر تاني.